نور. سيري للحق بخطوات ماشيبة يوما بفتور. قد آن لمثلك أن ترقى في درج العزة والنور. أن تنجز بالعزم نجاحا أن تهدم صرحا للسور. إن الإنجاز قرارات فخذي بقرار التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أختي الحبيبة الكريمة، يا صاحبة العطاء الذي لا ينضب، وإلى من تحملت مسؤولية إعداد جيل المستقبل فكانت المحضن الثاني لفلذات أكبادنا. عبر لقاء اليوم نهمس لك همسات، سائلين الله أن تجد القبول عندك ولتكن عونا لك وأنت تمارسين رسالة التعليم. فإليك وإلى كل صانعات القيم، إليك أختي المعلمة عبر رحلة قرار التغيير، نخصص حلقة اليوم فكوني معنا، لكن بعد متابعة فقرتنا المعتادة كيف السبيل. السلام عليكم. نحن بنحكي مشكلتي، المشكلة هي ممكن تكون موجودة عند هلبة من النساء. أنا موظفة لي سنين في الشغل، وكان تواجه فيها مشكلة أن هي أنا زملائي في العمل يطلبوا مني في طلبات. في البداية كنت عادي، يعني ما كانش عندي مشكلة أن أنا نلبي الطلبات هي، وكنت نشوف فيه نوعا ما من الفعل الخير. لكن الأمر هدايا تكرر أكثر من مرة، وكل مرة يزيد الشيء هو ويتزيد الحجج. مرة أنا يعني بنطلع، مرة عندي عيادة، مرة بنرفع أمي، فكل مرة تكون سبلة ويخلولي في باقي الشغل متاحهم وأنا نكملة. فأنا تعودت أن أنا ما نرفضش. فمع الوقت شغلهم بدأ يعني على حساب شغلي أنا، يعني أنا نكون مقصرة في الشغل متاعي وهو يكون شغلهم على أكمل وجه. ومن ناحية هي يعني بدوا يترقوا على حسابنا. فالشيء اللي يقهر أنه أكثر من مرة بالرغم من مساعداتي أنه يستنقصوا فيها ويستنقصوا في قدراتي. مش عارفة هل لأننا يعني من نساء أو ما نعرفش يعني بالضبط. فأنا الشيء هو مضايقني هلبة، وبدأت نحس في أننا نوعا ما شخصيتي بدأت ضعيفة، وأننا ما عاش نقدر أننا نرفض لهم الشيء هو. فمنعرفش لو فيه حل المشكلة هي. الرحب بكم في فقرة الاستشارة لحلقة اليوم. الاستشارة استمعنا لها مع بعضنا، وكانت مشكلة أخت تشتغل في وظيفة في مكان ما، إن هي تعرضت إلى بعض المشاكل داخل المؤسسة اللي هي تشتغل فيها. طبعا زي ما سمعنا حكت مشكلتها إن هي تعرضت لأول شيء الاستغلال في العمل، بمعنى أن بدأ الموظفين أو الموظفات اللي معاها في الشغل يطلبوا منها بعض المساعدات اللي تؤدي هي دورهم أو تؤدي الأعمال اللي مناطة لهم هم وتقوم بها هي. مع الوقت قدمت هذه المساعدات، لكن يبدو أنها تورطت في أن هي تشيل دائما أحمال الناس اللي عندها ظروف وتبي تطلع أو تبي تأخذ إذن عمل وهي تقوم بالعمل متاعهم. بطبيعة الحال الموضوع هذا أثر على عطائها في شغلها هي، وبدأ أن هي تعاني من نوع من العجز في تقديم العمل، أو بمعنى أثقل عليها أن هي بدل ما تشتغل شغلها هي بس، لكن أصبحت تشتغل في شغلها وشغل الناس اللي هم يأخذوا في الإذن ويطلعوا. أساس المشكلة طبعا كانت في البداية، نحن نحاولوا حنحطوا لها حلول، لكن أيضا لابد معالجة المشكلة منذ البداية، وهذه دائما نقول فيها في مشاكلنا إن نحن نعرف كيف نحل حلوها ونفتتوها ونحل أجزائها، وفي نفس الوقت نكون مناعة وحصانة للآخرين إن هم ما يقعوش في نفس الأخطاء أو يتعلموا من تجربتها. المبدأ في الأساس إن هي قبلت إن هي تقدم المساعدات في كل الظروف. نحن مش ضد تقديم المساعدات والعون، لأن دائما المؤسسة فيها نوع من التضامن وفيها نوع من العطاء والتكافل.
في حالة لا قدر الله أي شخص موظف عنده حالة وفاة، الأمر هذا يعني طبيعي إن هي تبي تقدم المساعدة وتشيل عنا الحمل رأفة به إن هو حيكون في مراسم العزاء أو مراسم الوفاة، وبالتالي إن هي ما فيش بأس لو هي ساعدت، والشيء هذا هي فيه نوع من الشكر حتى لها هي. لكن إن تبدأ الخروجات من العمل والإهمال والتسيب وعدم الإحساس بالمسؤولية يخليهم يطلعوا الموظفين على كل كبيرة وصغيرة وعلى اللي تسوى واللي ما تسواش. على سبيل المثال طالع يبي يشري حاجة، يبي يدير مشوار، يبي يلتقي بصديق، يبي عاد يجيب القهوة متاعه، فما ينفعش في الأمور العادية هذينا أني أنام الأول نقبل أني أنا ندير الشغل متاعه. يعني هي أخفقت في البداية في أن هي متى تقبل أن هي تساعد ومتى تعتذر. لغة الاعتذار لازم نتعلموها بشكل يعني بسيط وهادي ومؤدب، ان نعتذروا انا اعتذر اني ما نقدرش ندير الشغل متاعكم هذا لان عندي التزامات اخرى نبي نديرها. ببشاشه وبامور هيك حتى ما تخشش الضغينه والزعل ما بينهم. هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هي يعني للاسف شديد نبي نقولوا ان هي تعتقد وتظن تقدم في مساعده، لكن هي احيانا حتعلم الموظفين اللي معاها نوع من التسيب والاهمال. ودائما اي موظف او موظفه مع الشخص اللي يقدم في المساعدات يحس دائما عنده احتياطي موجود له، وهذا سوء اداري. طبعا نحن نبغى نحاولوا ان نحن نطلعوا منه حتى لا نؤثر على مؤسساتنا في كيفيه العطاء متاعها. مؤسساتنا اليوم فعلا في اشاره قويه لهن ان في كثير من التسيب ومن الاهمال وسوء الاداره والفساد الإداري والأمور هذين كلها نتيجة لبعض التصرفات اللي هي غير مسؤولة وما فيهاش الوعي الإداري. فمن البداية الشخص منا أو أي موظف يحاول إن هو يعرف متى يقدم المساعدة ومتى يعتذر. يعني كلمة لا بالاعتذار لازم تكون موجودة في طريقة تعاملاتنا في مؤسسات العمل. نرجع إلى كيف نبدو نحللولها المشكلة متاحة أو نجزئوها بحيث نحلو كل جزء بروحها. تبدأ هي زي ما نقوله هيك بالبسيط تسحب بساط المساعدة منهم بشوية بشوية، ما تسقرش إن هي أو ترفض المساعدات بشكل كامل، وفي نفس الوقت ما تكونش عنيفة في ردة الفعل. يعني هي تقدر تقيم، تبدأ تعرف إن المشوار اللي هو بيمشي فيه بيطول فيه تعتذر فيه بشوية بشوية. المشوار اللي هو تشوفه أنه هو مشوار زايد، مثلا طالع يبي يشري حاجة ممكن يشتريها في أي وقت، يعني هذه مشكلته هو في إدارة وقته، هو في كيف أنه هو يحدد أولوياته، كيف هو ينجز أعماله. الموظفة هي ما هيش مسؤولة أن هي تساعد وتحط له حلول نتيجة للإهمال اللي هو يقع فيه، فتعتذر على المشاوير اللي فيها ياخذ زمن أطول، والمشاوير اللي هي أو الإذن أنه هو بيطلع يقضي حاجة عادية ما هيش ضرورية. تبدأ تسحب في نفسها وتعتذر بشوية بشوية، وتبدأ تساعد في الوقت اللي هو ممكن ياخذ 10 دقائق مثلا، ممكن نساعده في 10 دقائق ما فيش بس. الأمر الثاني ممكن تستبدل المساعدة بإعطاء النصيحة، بدل ما تساعد وهي تقوم بالعمل تقول لها أنت ممكن تدير 1 2 3 وتوريه شنو يدير الشغل متاعها، أو شنو هي صديقتها وزميلتها تدير الشغل متاعها، وكأنها سهلت عليها أداء المهمة ووفرت عليها الوقت بحكم أن هي زي ما حكت قالت أن هي إمكانياتها أو قدراتها، وفعلا هي حتكتسب خبرة من أن هي تدير في شغلها وشغلهم، لكن هذا بعدين حيأثر على الجهد متاعها والوقت متاعها. وزي ما قالت هم وصلوا إلى يعني ترقيات وظيفية في حين إن هي ما زالت كما هي عليه نتيجة إلى تقصيرها في أداء واجبها اللي خاص بها هي، برغم كل المساعدات اللي قدمتها لكن صنعت لنفسها زحمة وظيفية. طبعا الأمور هذين موجودة في كثير من المؤسسات، نتمنوا إن يعني نحاولوا من إصلاح أنفسنا. الشغل اللي الحوار والخطاب مش بس للسيدة اللي قدمت الاستشارة وإنما لكل من حولها، نحاولوا بقدر الإمكان أن نحن نتحمل مسؤولية أعمالنا، لأن العمل هو أمانة وهو رسالة في كل اتجاهاته في كل أنواعه،
أداء واجبة بالشكل المطلوب مني، أمانتي الوظيفية لازم نأديها، ما ناخدش شغلي أنا ونعطيه لحد غيري، ما نحاولش نعتمد على الآخرين من حولي إن هم يحلوا لي مشاكلي ويؤدوا واجبي اللي هو مفروض أنا نأديه، وبالتالي بهذه الطريقة نكون نحن حمينا أنفسنا وحمينا الآخرين أيضا من وقوع في الأخطاء الوظيفية. أتمنى نكون أجبنا الأخت على استشارتها ووضحنا لها بعض الأمور، وهي تبدأ تحاول تطبقهن وتنفذهن بالشكل المطلوب، إن هي بشوية بشوية بدون ما تصنع خلافات ومشاكل ما بينها وما بين زملائها وزميلاتها، ولكن تكتفي بأن هي تأدي دورها فقط وتقدم المساعدة في الوقت المناسب اللي فعلا يحتاج فيه مساعدة ومناهضة. والآن ننتقل إلى فقرتنا القادمة. قد أنا لمثلك أن ترقى في درج العزة والنور، أن تنجز بالعزم نجاحا، أن تهدم صرحا للزور. إن الإنجاز قرارات، فخذي بقرار التغيير. قد أنا لمثلك أن ترقى في درج العزة والنور، أن تنجز بالعزم نجاحا، أن تهدم صرحا للزور. إن الإنجاز قرارات، فخذي بقرار التغيير. نرحب بكم من جديد في فقرتنا، فقرة محاور الحلقة. حلقتنا اليوم تحمل عنوان صانعات القيم. بالتأكيد نحن نبغى نخاطبوا شريحة مهمة جدا في المجتمع اللي هي صانعة الأجيال، نخاطبوا أختنا المعلمة والمربية داخل مؤسسات التعليم. بداية نحب نقدم كل الشكر والثناء لكل من علمت وربت وساهمت وكانت تمثل البيت الثاني لأبنائنا وأجيالنا. طبعا بالتأكيد نحن نعرف قيمة هذا العطاء وقيمة هذه المهمة والوظيفة. لو حكينا من البداية أن أمانة التعليم أو رسالة التعليم هي رسالة سامية تختلف عن كثير من المهن، وإن كانت كل المهن هي صاحبة رسالة، لكن لو طلعنا وشفنا أن كل المجتمعات وكل الوظائف اللي موجودة داخل المجتمع وكل الأعمال هي المنبع متاعها أو التأسيس متاعها يكون من المدرسة، وشنو علمت المعلمة للأجيال وعطتهم، يعني أي مخرجات موجودة داخل أي مجتمع الأساس متاعها الأسرة والأساس الثاني اللي هو المدرسة. حابين نحكوا أن المدرسة والأسرة هن جزئين متكاملات مترابطات، هن اللي يهتمن بتربية الأجيال وتعليمهم وإخراجهم بالصورة المطلوبة للمجتمع. ما ننسوش أن نحن لازم نقدروا تعب المعلمات، أختي المعلمة. نحن بالتأكيد نحبوا أن نقولوا المعلمة تقدم في جهد وفي عطاء غير عادي ضمن الظروف الراهنة الموجودة، وتتحمل في كثير من الضغوطات اللي موجودة عليها. وإذا أردنا فعلا أن نحن نوصل إلى نتائج إيجابية ومخرجات إيجابية في العطاء في التعليم والتربية، لابد أن نحن نقدم يد العون ويد المساعدة لهذه الفئة اللي هضم كثير من حقها. يعني بالتأكيد نحن نعرف الأعمال والأثقال اللي هي تقع فيهن هذه الشريحة. المعلمة هي الأم في البيت وهي الأم في المدرسة. المعلمة تقدم في خدمات داخل البيت وتربي في أسرتها وتكون في أسرتها، وبعدين تجي تساهم أيضا في إن هي كيف تبني بقية الأسر الأخرى. تتعامل مع فئات مختلفة، تتعامل مع أنماط شخصية مختلفة، تتعامل مع مستويات فكرية وعقلية مختلفة، يعني كل الأمر هذا ما هوش هين، ما هوش سهل عليها. فنحن لازم نقدروا قيمة العطاء اللي تقدمه المعلمة. بعدين حابين نحكوا أيضا أن نحن يا ترى ما هو دورنا اللي قدمناه للمعلمات؟
هل نحن فعلا نقدموا لهم في الشكر؟ هل نحن فعلا نقدموا لهم في الدعم؟ هل نحن نطالبوا بإعطائهم حقوقهم بالكامل؟ هل نحن نقدموا لهم في مساعدات وإن كانت أقل شيء بقيمة التواصل الأسري مع المدرسة؟ إن نحن نتفهموا احتياجاتها، نتفهموا إن هي وين واصلة مع أبنائنا، إن أبنائنا شنو عندهم من أخطاء، شنو عندهم من عيوب، شنو عندهم من تقصير، هل في تواصل فعلا ما بين الأسرة وما بين المدرسة؟ طبعا بالتأكيد في أسر كثيرة تتواصل وتتابع، لكن أيضا بالمقابل في بعض الأسر اللي هي مقصرة في هذا التواصل ومقصرة في متابعة أبنائها. نوصلوا إن نحن نحاولوا نوصلوا رسالة، نقولوا للأهل الأمهات والأباء أفتحوا خط تواصل ما بينكم وما بين المدرسة، ما بينكم وما بين إدارات المدارس، ما بينكم وما بين المعلمات والمعلمين اللي هم يستلموا منا في أبنائنا، وشنو يقدموا لهم من عطاء ومن تعليم ومن جهد ومن وقت ومن معلومات وما إلى ذلك. نرجع نحكوا شوية على الجانب السلبي في مؤسساتنا التعليمية، والجانب هذا بالتأكيد موجود. عشان يستمر النجاح والعطاء بالشكل المطلوب لازم أن نحن نحاولوا نحلوا المشاكل اللي موجودة داخل المؤسسات. على سبيل المثال بعض المدارس أو بعض المعلمات الأسلوب متاحاً في التعامل يكون فيه جزء من العنف، ونحن حابين ننبذوا هذا السلوك لأنه هو ما هوش سلوك حضاري ولا سلوك لا علاقة بتعليم ديننا. بالتأكيد السلوك هذا الأثار متاعها سلبية وبعيدة المدى، يعني كلنا نعرفوا أن ممكن كلمة واحدة تكون سلبية تقولها المعلمة لأحد طلابها أو تلاميذها، ما وقعها على نفسه وما هي تأثيرها عليه. استعمال المصطلحات السلبية في بعض الكلمات والتشبيهات والسب والإهانة أمام زملائه وأمام اللي موجودين معاه في الفصل، هذا يؤثر عليه وعلى تحصيله، وممكن حيعاني من يعني مخرجات نفسية بعدين تأثر عليه وأمراض نفسية تأثر عليه، وممكن تمنع أيضا في الاستمرار والعطاء وفي صناعة مستقبل يكون كويس له. فلازم نكونوا أختي المعلمة حريصين جدا في كيفية التعامل مع أبنائنا التلاميذ والتلميذات. ما فيش باس أن يكون عندي فتح أفاق للتطوير لنفسي أختي المعلمة، يعني نحاول ندرس بعض الأمور اللي هي تتعلق بأنماط الشخصية، نعرف كل طالب عندي أو كل تلميذ عندي شنو الشخصية متاعها وشنو المداخل وشنو مفاتيح شخصيته، من أجل أني أنا نقدر نرتقي به أنه هو يوصل إلى جزئين، أولا التحصيل العلمي المرتفع، ثانيا إلى زراعة القيم الإنسانية. لو أنا حاولت أني نفهم الشخصية اللي قدامي وعرفت مفاتيحها حنقدر نعرف أنه هو شنو محتاج وشنو ناقصة. أيضا ما ننسوش أن في خلافات أو اختلافات في اختلافات ما بين كل طالب وطالب، بمعنى أن في طالب اللي جايني من أسرة مستقرة وضعها الاجتماعي كويس، وضح أن داخل الأسرة يعني في علاقاتها الأسرية كويس، بينما في طالب أو تلميذ جايني من أسرة قد تكون مفككة، قد تكون تعاني من مشاكل، ربما مشاكل اجتماعية أو مشاكل مادية أو انفصال ما بين الأبوين. فلازم نحطه في عين اعتبارنا الأمور هذينا، ومن خلالها نقدروا كيف نتعاملوا مع أنواع الطلباء اللي عندنا. نحاولوا أيضا نأكدوا على أن نحن كيف نصنعوا لهم قدوات في الحياة بتاعهم، وبالتأكيد أول قدوة أنت أختي المعلمة. نحن لما كنا صغار كنا نشوفوا في معلميننا ومعلماتنا قدوة لنا، كنا نتعلم منهم أشياء كثيرة، بل وصلنا إلى مراحل كنا نتمنوا أن نحن لما نكبروا نكونوا زي شخصيتهم وزي وظيفتهم. فما فيش داعي أن نحن نقتلوا هذه القدوة من خلال تصرفاتنا ومعاملاتنا السلبية مع التلاميذ. أيضا حابة نذكر شيء مهم موجود عندنا نحن في مؤسساتنا التعليمية، اللي هو انتقال عدوى السلوك السلبي، بمعنى المعلمات صغيرات السن الجديدات اللي جن يبدأ يشتغلن في مؤسسة التعليم ويبدأ يشوفن المعلمات اللي قبلن ويتعلمن منهن طريقة التعامل مع التلاميذ، بمعنى أن تلقاها مجهزة مثلا مدرسة اللي هي لها مثلا كم سنة تشتغل، نلقوا في يدها العصا أو الأشياء هذينا اللي هي تمارس فيهن التخويف والتهديد للطلبة وللتلاميذ. ما نبوش نقولوا وصلنا لمرحلة الضرب والأذى وكثير من القصص موجودة، لكن الجيل الجديد أو المعلمات الجدد لما يجان يدخل مؤسسة التعليم وتلقى قدامها مدرسة أو مدرس يسبقها بعشرات السنوات في هذه المهنة،
وتلقى يتعامل مع الطلبة والتلاميذ بصورة العنف هذه، فبالتالي فتظن وتعتقد أنه هو هذا الأسلوب الأمثل والصحيح في التعامل، فتنتقل عدوى العنف إلى المعلمة أو المعلم الجديد. فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نبدو ننبذ كل الأفكار السلبية اللي موجودة، كل السلوكيات السلبية اللي موجودة من قبل، ونبدو نرجع نصحح من أخطائنا، نبدو نحاول أن نحن نصفو هذه المؤسسة ونطهروها وننظفوها من كل السلوك السلبي وكل المعتقدات اللي موجودة سلبية. بالكلمة، بالمعاملة الطيبة، حتى العقاب لما نجو نحكو عليه يختلف من معلم إلى معلم، وبالتالي حتى نوع العقاب لازم يكون عقاب أدبي، ما يمسش يعني كرامة الطالب أو التلميذ، ما يهينش، ما يقللش من شأنه، ما يقللش من قيمته قدام زملائه، ما يأثرش عليه أثار نفسية، وبعدين ممكن حنلقوا أنفسنا واقعين في ذنوب معاهم يعني أمام الله عز وجل. فنحاول بقدر الإمكان أن نحن فعلا نكون أصحاب رسالة. أختي المعلمة، أنت صاحبة رسالة حقيقية، أنت من تصنعي المجتمع، وأنت من تصنعي الوطن، وأنت من تصنعي كل الرجال وكل السيدات اللي هم يقدموا في أعمال ووظائف رائعة وبناءة للمجتمع بأكملة. حاولي فعلا تكوني قد المسؤولية وقد الأمانة اللي هي موجودة عندك. قدمي النصح، قدمي الإرشاد، حاولي تقدمي احتواء الطلبة والتلاميذ. نتذكروا كلنا جميعا مرينا بالمعلم المفضل عندنا، كلنا عندنا أبلات يعني لما نجون نتذكروهم بالخير، نقولوا تعلمنا منهم أسلوب حلو، تعلم بعيدا حتى عن المعلومة. المدرسة ما هيش إعطاء معلومات فقط، المدرسة ما هيش تعليم فقط، المدرسة هي البيت الثاني، هي المكان اللي يحتويني اجتماعيا، هو المكان اللي يخلي كل طالب يطلع انه هو سعيد، يكون حتى صداقات مع زملائه في ظل تعليم وتربية يعني جميل جدا ورائع جدا. لما تكون المدرسة فعلا تزرع القيم وتحبب التلاميذ في بعضهم وترجع بهم إلى سلوكيات لهن علاقة بشرعنا الإسلامي ولهن علاقة بعاداتنا وتقاليدنا الإيجابية، فأنت حاولي أنك أنت تكوني تصنعي منهج خاص بك بعيدا حتى أو بجانب المنهج بجانب المنهج التعليمي. يعني مش كل معلومات ومنهج قراية وتعليم وقراءة وحساب والأمور هذين، وإنما أيضا هناك منهج مهم جدا اللي هو منهج القيم ومنهج تعليم، أني كيف نصنع إنسان فعلا يحمل مواصفات الإنسانية الحقيقية اللي حينتقل ويطلع بهن ويترجمهن سلوكيا في المجتمع برا. كل معلمة لو حطت على نفسها الأمانة الحقيقية أن هي تبي تصنع مجتمع حقيقي، وبدأت تسأل في نفسها ليش السلوك السلبي اللي موجود في الشارع، ليش السلوك السلبي اللي موجود في المجتمع، كل هذا مخرجات الأسرة ومخرجات المدرسة. ولما نقول مخرجات المدرسة، إذا أنا جزء من هذه المخرجات، أنا جزء من صنع هذه المخرجات. تحاول كل معلمة تراجع نفسها، تجدد مع نفسها العطاء متاعها. نحن كلنا نعرف أن العطاء هذا ما هوش هين، المهام والمسؤولية ما هيش سهلة، أنت تصنعي في رجال ونساء، تصنعي في مجتمع، تصنعي في وطن. حاولي بقدر الإمكان تقدمي أفضل ما عندك، وفي الحقيقة دائما نحب ونشكر الناس اللي قدمت وأعطت ولازالت تقدم ولازالت تكافح. من هذه نقدم رسالة قوية جدا لكل من يحمل على نفسه أمانة التعليم وصناعة الإنسان. صناعة الإنسان ما هيش سهلة، الأمانة ما هيش سهلة. حاولي تبحثي كيف أنك أنت تطوري نفسك، حاولي أنك تبحثي شنو هو اللي ينقصك من أجل أنك أنت تساعدي. نحاولوا أيضا نحن نقدم رسالة لكل المجتمع أن يدعم التعليم في بلادنا، يدعم المرأة المعلمة في بلادنا، يوفر لها كل احتياجاتها، يوفر لها الراحة عشان تقدر تعطي، لأن تقصيرنا معاها هيقصر أيضا في عطائها وفي تقديمها لكل أبنائنا ولكل المجتمع. أتمنى نكون وفرنا بعض المعلومات وبعض الإنارات اللي هي تساعدنا في تحسين وتغيير المؤسسة التعليمية بالكامل اللي هي تساعد في صناعة المجتمع والوطن. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. ملتقانا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختي ألا سيري، يا
شمسا في وسط بدوري، سيري يا أختي ألا سيري، يا شمسا في وسط بدوري، سيري للحق بخطوات ماشيبة يوما بفتوري. قد آن لمثلك أن ترقى في درج العزة والنور، أن تنجز بالعزم نجاحا، أن تهدم صرحا للزور. إن الإنجاز قرارات، فخذي بقرار.